الطغيان أمطرنا بالصواري. أنشودة ترفقها رقصة تقليدية، هي هنا على وقع القصف بصواريخ كيماوية. هنا هذه تعني في الغوطة الشرقية، في جمعة أرادها مطلقوها باسم الإرهابي بشار يقتل المدنيين بالكيماوي والعالم يتفرج. وتجسيدا لمسمى الجمعة، يحمل متظاهرو سقبة هيكلا معدنيا لأحد الصواريخ التي استهدفت البلدة. واستكمالا لتجسيد حال الجمعة، يرتدون أثناء رقصتهم أقنعة واقية، وتقول عبارات تظاهرتهم هذه: نقصف بالكيماوي والعالم يتفرج، وكأن الحكاية وقعت في سراديب قصية. وفي آن مظاهرات تعم ريف دمشق في قدسية ومدينة التل وفي المليحة. وفي دوما لافتات وكأنها تقابل استهجان أهالي الغوطة الشرقية للموقف الدولي من المجزرة، كتب عليها: نقتل لأن شروط الساسة تحول دون الوصول إلى الحقيقة. بدوتم بلا جروح وبلا نسف حتى ظنوا أنكم نيامة، هكذا أردفت عبارات مطلقة في مظاهرات بحلب التي أخذت كغيرها تحلل وتفسر أسباب ما رآه السوريون خذلانا دوليا من الحاصل بهم. وفي عبارات أخرى فسر الحلبيون الحال بأن الثورة لم تقدم ولاءها لأجندة خارجية، ولذا شرع القتل أبوابه في سوريا، بوصف هؤلاء الذين خرجوا في بستان القصر وصلاح الدين وفي المشهد وفي سيف الدولة والقاطرجي. وحتى في ريف المحافظة تبدى مشهد السخط بمظاهرات في الباب ومنبج وعندان وإضراب عام في مارع. في درعا خطبت المظاهرات الإرهابي بشار على حد تعبيرهم، وأوضحت عباراتهم أن مجزرة الكيماوي جاءت مباشرة بعد ارتقاء ثوار دمشق من مستويات الصمود إلى مستويات تنفيذ هجمات ناجحة واغتنام أراض ومستودعات سلاح. وعليه توعد متظاهرو معربة وداعي العناصر النظام بضربات عسكرية ستعم أنحاء البلاد. وكذا كان حال مظاهرة حي الوعر في حمص توعد لشخص بشار بكلمات أصبحت في المدينة فلكلورا شعبيا ورمزا للنضال في مواجهة النظام. توعد بشار وعناصره انسحب على مظاهرات حماة في لطامنة وفي كفرزيتا، وأيضا هو حال مظاهرات إدلب التي امتدت من بنش وحتى سلقين وفي معرة النعمان أيضا وفي سرمدة، التي أوضحت أصوات متظاهريها أن ليل بشار سينجلي وعرش الحرية سيعتلي. سوريا لنا وما إلى بيت الأسد، سوريا لنا وما إلى بيت الأسد. أهالي مدينة دير الزور ترجموا أفعال النظام على مدار الثورة وتحديدا مجزرة الغوطتين بأنها باب دائم يستقبل المهاجرين إلى الجنة. هذا ما كتب على لافتات حملها أطفال في المدينة بيد، وفي اليد الأخرى اعتلت صور لأقرانهم من ضحايا الكيماوي.